فاسأل مجرب. وأنا بتكلم مع الفلاح المصري كنت مطمن جدا على الأمن القومي الغذائي، لأن الفلاح المصري شاطر بيقدر يتحكم في مدخلات الإنتاج ويقدر يتعامل معها. فاسأل مجرب رصدت نجاح لتكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. هكمل معاكم النهاردة رحلتنا فاسأل مجرب من داخل الأراضي الزراعية وعلى لسان المزارعين. مرحبا بحضراتكم مره اخرى في برنامج اسال مجرب. فاكهه ربنا سبحانه وتعالى كرمها وذكرت في القران الكريم، هي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى موجوده في الجنه. لما بتدخل بستان مزروع بالعنب تحس براحه نفسيه، بتشوف الجمال، نفسك بتتفتح. ده فعلا دي حقيقه. وبعدين في منافع كتير، يعني انت لما تيجي تتكلم على العنب وفوائده ومذاقه، تيجي تتكلم على ورق العنب نفسه الانسان برضه بيستفيد منه. أنا في بعض الدول العربية كنت بشوفه عاملين مزارع لورق العنب مش للعنب. النهاردة هوريكم نموذج جميل جدا بيطبق العلم في الزراعة وفي إنتاج أصناف العنب المختلفة، وخاصة إن إحنا النهاردة عندنا مقاييس جميلة في إنتاج العنب وبنقدر نصدر. الأول أرحب بحضرتك، منور الدنيا، اسمك إيه وإحنا فين دلوقتي؟ إحنا هنا، أنا اسمي أحمد عسكر، مهندس زراعي، والمزرعة ديت أنا تاجر فاكهة ومزارع، وبناخد اراضي ايجار وكده. المشاكل احنا هنا في الكيلو 113 طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المشاكل اللي بتجيبنا في معظم المزارع على الظهير الصحراوي هي الميه وملوحه الميه. فبالتالي قبل المشاكل، انت تخصصك عنب، يعني الشطاره كلها والنجاح وتطبيق العلم ازاي ازرع عنب. زراعه العنب بتحتاج اساسيات: ارض، اعداد الارض الجيد، المسافات البينيه، وبعد كده المية وبرامج التسميد. انت بقى لما بتيجي تدخل مكان بتخططه، انا عارف ان انت ما شاء الله معروف بالشغل الدقيق، الحمد لله. احكي لي بتعمل ايه؟ احنا اول حاجه بندور عليها طبعا في الموضوع ان احنا بنجهز التربه بتاعتنا، بنجهز ارضنا، بس لازم يبقى عندي البند المايه ده بند اساسي. احنا في اماكن احنا بنستبعدها من الزراعه خالص بسبب المايه. فلما انا جيت هنا وخدت المزرعه دي ايجار، ما شاء الله هنا المية البحري موجودة، بس موجودة بنسبة بسيطة فما بتكفيش الزرع. ايه المشاكل اللي عندنا هنا؟ المهندس مدير المزرعة قال المشاكل اللي عندنا هنا معظمها في مية الري. تمام. عندي بير نسبة الأملاح بتاعته 4100 وبير نسبة الأملاح بتاعته 2100. ففي شجرة العنب لا بتعمل لك مشاكل كتير، بتعمل لك مشاكل في السنة اللي بعد كده وفي الخصوبة والكلام ده. فاحنا الحمد لله قدرنا نسأل وقدرنا نطور من نفسنا ان احنا نتعامل مع حضراتكم ونتعامل مع شركة دلتا ووتر. فما شاء الله النهارده انا وانا بزرع عنب محتاج درجه ملوحه منضبطه. المفروض العنب درجه الملوحه ما تزيدش عن كام؟ عن 700. 700 كمان بها حد عالي خالص. كون ان انا اتعامل بقى 2000 و4000، فانا بتعامل مع حاجه يعني صعب التعامل معاها. طب المزرعه دي انت فيها بقى قد ايه؟ انا السنه ديت اول سنه ديت واخد محصول 2024. انا اللي قايم عليه من الاول من فتره التجليب وجاي. انت شايف الشجر ده عمره قد ايه مثلا؟ الشجره ديت عمرها النهارده بتتكلم في 12 سنه ما شاء الله. طب وهي نسبه الملوحه هنا كام؟ 4100. 4100 عندي 4100 وبير 2100. 4100 و2100 وهو بيقول للعنب محتاج 700. العنب اللي انا واقف عليه اللي هو جاهز النهارده دوت على ملوحه 4100. بسم الله ما شاء الله، يعني احنا شايفين الجمال. هو الصنف ده اسمه ايه؟ ده فيلم سيدلس. فيلم سيدلس. شايفين الجبال؟ عشان نعمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو حتى مش محتاج ان انت تغسله، هو مش في مبيدات خالي من الحمد لله. من ضمن شغلي ومن ضمن البرنامج بتاعي في شغلي انا بطلع منتج للمواطن المصري، بنطلع منتج زي كاني بطلع لاوروبا بالظبط. انا مع حضراتكم وبناكل معاك. طيب خالي مبيدات. العنب بيحتاج 700 جزء في المليون، هنا 2100. هنا الحوشه اللي انا واقف عليها ديت 4100. ده مزروع على 4100، يعني ما كنتش عايز اقولها. لا، من ده مزروع على 4100 جزء في المليون. ايه اللي خلاك بقى تفكر في تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر؟ ازاي عرفت عنها الاول؟ وانت بقى كمهندس زراعي ما تزعلش مني في اللي هقوله. بتبقوا متمسكين بالبرامج وتقولوا ايه يا عم الجهاز ده هو ده اللي هيحل لنا المشكله. انت ازاي تقبلت الفكره دي وسمعت عنها ازاي؟ انا سمعت ليا صديقي هنا في قريه الطبراني اتعامل بجهاز دلتا ووتر وسالته الجهاز عندك عامل ايه؟ قال لا الجهاز ما شاء الله عامل شغله محترم وشغله كويس خالص. قلت له طب خلاص نتعرف بالناس، عرفني بدكتور محمد حجازي ونعم اتصلت بالراجل والناس جاتني مشكوره. فكنت شاكك في الموضوع ان الموضوع ممكن يكون يعني ممكن يكون عمل نتيجه مع صاحبي ده يعني ببرنامج شغلي بتسميد معين.
فقلت للناس انا هندفع جزء وجزء، قالوا لا ده من سياسه الشركه خالص. بالفعل تقبلوا لما سالوا عني وعرفوا انا مين، تقبلوا الموضوع ودفعت النص والنص. لا ما شاء الله لما شفت الموضوع وما عنديش مشاكل على الورقه، طبعا احنا مشاكلنا اللي احنا بتبان معانا في شجره العنب ان حوف الورقه من الاملاح فيها مشاكل. لا مش موجوده، ده مش موجود ورقه خضر، فيش اي مشاكل خالص. نمو الطلاح بتاعي برضك ما شاء الله، ممكن حضرتك تجرب كده. واضح تمام. ما شاء الله حاجة. يعني انت في الاول دفع النص وقال لهم لا لما اجرب بقى واتاكد هدفع النص التاني. دفعت النص التاني وانت مبسوط ومستريح نفسك؟ وانا مرتاح نفسيا وهنطبقه بقيه المزارع بتاعتي كمان. ان شاء الله. هو بقى له سنه؟ إيه لا احنا النهارده، انا بجالي النهارده موسم العنب بيبدا من شهر 12، انا مركب في شهر 12 لحد النهارده، ده خلاص خد العمر بتاعه 12 لاخر 5 تقريبا. والنتيجه باينه عندي. لا ما شاء الله، برنامج التسميد بتاعي، برنامج الشغل بتاعي الطبيعي خلص، اللي انا شغال في اي مزرعه عندي بتروق ميه بحالي. مهندس زراعي بيستشيروه في مزارع العنب بيقولوا عندنا مشاكل الحقنا، جه هنا لقى نسبه الملوحه 4100 جزء في المليون، الجهاز هنا بقى له 5 شهور تقريبا، دي النتيجه بتاعته، ياكل منه فرحان وبيقول لي انا ما عنديش مبيدات، ما عنديش مبيدات، ما عنديش مبيدات. حاله النمو اختلفت، يعني دي شجره عمرها 12 سنه، هل حاله الشجره نفسها مش المحصول اتغيرت؟ اتغيرت عن ما كنا احنا بنجلم، اللي اتغيرت الشجره بدات ان هي اللي انا بنحطه للشجره وبنحطه برنامج التسميد بتاعي، برنامج الرش بتاعي، في قابليه ان الشجره تمتصه، بخلاف ان انت عندك مشاكل اكتر حاجه بتجابلنا ومشكله صعبه عدم الامتصاص مع الاملاح. لا انا كان عندي سهوله في الامتصاص، عدم الامتصاص في عنصر البوتاسيوم، لا عندي سهوله في الامتصاص في عنصر البوتاسيوم، عدم الامتصاص في عنصر الكالسيوم، عنصر الكالسيوم بقى حر. يعني انا ما شاء الله الحبايه، لو انت سامع وانا بناكل حبايه، الحبايه بتجرش، فكون ان انا الحبايه بتجرش ان انا بقى عندي سهوله امتصاص في عنصر الكالسيوم. حطيت في سحب املاح علشان مره واحده من راح الطبيعي اللي انا بنقوم بيه في اي مزرعه، عشان كنت قلقان برضو، عشان كنت قلقان. بعد كده هتضيف؟ لا هو طبيعي ان انا بنضيف في البرنامج بتاعي، عزيزنا الشجرة العنب بتاخد فترة صيام وكده، فأنا ده الطبيعي بتاعنا، بننزل مرة بس في الأراضي اللي فيها نسبة أملاح عندي في المزرعة بره، نزلت مرة واثنين وثلاثة، هنا مرة واحدة. الكلام مختلف، أنا دايما بسجل مع المزارع، النهاردة بكلمك عن مهندس زراعي مسؤول عن المزارع، وهو اللي بيروح يكتب لهم برامج تسميد وبرامج للرعاية ويقول لهم تقلموا إمتى وتصوبوا إمتى. هو أقبل على تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر، وكان في الأول بيقول لك مقلق شوية، فقلت له هدفع النص والنص، وانت بتدفع النص التاني كنت فرحان؟ لا ده خلاص يعني ما شاء الله كويس الحمد لله، مبسوط وراضي باللي ربنا بعته لنا النهارده الحمد لله، ربنا رضانا وبعنا المحصول، وكان عندنا جمع النهارده والبارح، والناس مبسوطه، حتى التاجر اللي بياخد من العنب مبسوط بالكرانش بتاع الحبايه وطعم الحبايه وسكوره الحبايه، وما شاء الله العنقود حتى باخد الاصاله بتاعته. العنقود اهوت، بص حضرتك مفيش، ما عنديش تكبيس، العنقود خفيف كويس، لا مفيش مشاكل املاح. التوفيق. اللهم امين يا رب، واحنا سعداء حضرتك النهارده والله. الله يرضى عنك. والله انا شرفت بحضرتك، شرفتني في البرنامج فعلا. شكرا. شكرا.